السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتنا كلمتين يومية مع مصطفى طه. كلمات لهذا اليوم، الكلمة الأولى راح تكون favor. favor معناتها فضل، فضل. والكلمة الأخرى هي swear. swear swear معناتها أحلف أو أقسم، أحلف أو أقسم. Our example، الأول راح يكون I have just one favor. To ask. I have just one favor to ask. يعني عندي فقط خدمة واحدة أو فضل واحد أريد أسألك إياه أو أطلبه من عندك. هاي من مثل تطلب فد شيء من أحد، تقول له هذه العبارة. الكلمة الثانية عندنا swear، فمثال الآخر راح يكون I swear to Allah. يعني I swear to Allah، أحلف بالله أو أقسم بالله. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع.